أخطر طفل في العالم. عمر جيتساد اللي بيبلغ من عمر 8 سنوات صنف أخطر طفل في العالم بارتكابه لثلاث جرائم متتالية. اليوم رح أحكي لكم قصته باختصار. قبل ما أكمل كبسوا على زر اللايك والاشتراك، ما بقينا شيء على 250 ألف متابع. إذا اشتركتوا خلونا نبدأ بالقصة. ولد عمر جيت عام 1985 في الهند. سبب تصنيفه بأخطر طفل في العالم هو ارتكابه لثلاث جرائم متتالية في عمر الثامنة فقط. ضحاياه كانوا عبارة عن أخته الرضيعة وابن عمه وبن جيرانه. سبب ارتكابه للجرائم هو عقد نفسي من والديه اللي خلوه يترك المدرسة في عمر السابعة. أول ضحاياه كانت أخته الصغيرة. مارجيت قرر يستغل الفرصة وهشم رأس أخته الصغيرة اللي بتبلغ من عمر 6 أشهر فقط. بعد ارتكابه لهذه الجريمة أخذ أخته وتخلص منه بمكان في الغابة. طبعا أثناء محاولته للتخلص من أخته البالغة من عمر 6 أشهر فقط كان بيواجه صعوبات كثيرة، وهذا شيء طبيعي بالنسبة إنه طفل عمره 8 سنوات فقط. في البداية كان يحاول يقطع جثة أخته ويروح يدفنها في الغابة، ولكن هذا الشيء كان صعب بالنسبة له لأن ما حسن يقطع في السكين. لذلك بعد ما وجدوا الجثة شافوا على جثة الطفلة قدوش عملة أثناء محاولة تقطيعها، ولكن لسوء الحظ بالنسبة له ما حسن يقطع الجثة، لذلك وضعها داخل كيس وأخذها على الغابة. أثناء ذهابه للغابة كان متلبك بشكل كبير لأنه ما كان يحسن يرفع جثة أخته بسبب وزنها، ولكن أمار جيت استمر في الذهاب إلى الغابة وكان في حفرة محفورة من زمان جنب إحدى الأشجار، فوضعها هنيك وحط فوقها عشب. ما كان يحسن يحفر ويحط تراب بسبب عمره الصغير، وحكى لأهله أنه ما كان بالبيت لما كانت أخته مفقودة، وشاف ابن عمه اللي بيبلغ من عمر 3 سنوات فقط عم بيلعب قدام البيت، فقرر أنه يصطحبه من يده وأخذ على حافة النهر ودفشه. بهذه الطريقة بكون ارتكب الجريمة الثانية بثاني يوم. هون أمر جيت قرر انه يتخلص من ابن عمه بطريقة سهلة، بدل ما يقتله بالحجر قرر انه ياخده لجنب النهر ويدفشه على النهر. بهذه الطريقة هيك بكون قتله وتخلص منه بنفس الوقت. أمر جيت اعترف انه كان مفكر يقتله عن طريق الخنق وبعدين يبعته على الغابة وبعدين يدفنه بجانب اخته الصغيرة، ولكن هذا الشيء كان صعب بالنسبة له، لذلك قرر انه يدفعه من النهر. حكاله لابن عمه انه رح نلعب لعبة الغميضة بجانب النهر، وخلى ابن عمه ينظر باتجاه النهر هو رح يتخبى وراء احد الاشجار، ولكن اثناء اللعبة قام بدفشه الى النهر. بهذه الطريقة بتكون تمت الجريمة الثانية. وباليوم الثالث راح على الحارة اللي بعدن، وكانوا هنيك بيت جيرانهم، وكان في كوخ قريب من البيت. اخذ بنت جيرانهم وقرر انه يقتلها بهذاك المكان. تقريبا كانت بنفس عمره بنت جيرانهم. قال لها امشي نروح نلعب هنيك في الكوخ. وبعد وصولهم للكوخ بنفس الطريقة اللي قتل فيها اخته الصغيرة قام بتهشيم رأسه بالحجرة، ولكن بسبب العراك اللي صار بينه وبين الفتاة ايديه تلطخوا بالدم. وبعد ما رجع للبيت اكتشفوا اهله ايديه ملطخه بالدم، اكتشفوا انه هو الشخص اللي قتل بنتهم الصغيره وابن عمهم. بهذه الطريقه يعتبر اصغر قاتل في التاريخ أمار جيت ساد الهندي. الصدمه هون بعد التحقيقات من الشرطه اكتشفوا انه مصاب بمرض عقلي، وقرروا انه يحولوه الى مستشفى الامراض العقليه، ولكن الصدمه انه قبل ما يودوه لمستشفى الامراض العقليه قام بالانتحار عن طريق القفز من الدور الثالث من البناية. ولحد الآن ما حدا بدري عن سبب ارتكابه لثلاث جرائم متتالية. أخذ التصنيف وانتحر، تصنيف أصغر قاتل متسلسل في التاريخ، ثلاث ضحايا بنفس الأسبوع. بعرف الفيديو كان قصير ولكن أتمنى الكل يعذرني، أحاول أخلي فيديوهاتي أطول في المستقبل. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى من الكل اللي يشتركوا في القناة إذا ما اشترك حطوا لايك منشان نوصل 250 ألف متابع نهاية هذا الشهر. وحابب تعطوني رأيكم في الاستديو الجديد اللي عملته اليوم. وبس سلام.